اليوم معنا ألذ بامية بطريقة مميزة مستوحاة من المطبخ الهندي. بعد ما قطعت اللحم وغسلته قربت القدر الكاتم وحطيت فيه بهارات صحيحة وموية ساخنة ونزلت اللحم مع بصلة صغيرة وكتمته عشان نحصل على سليقة تجيب العافية. قمعت البامية وقطعت لي بصلة كبيرة واخذت لي علبة زبادي ووضفت عليها فلفل أحمر وكمون مطحون وكزبرة مطحونة وكذلك بهارات مسالة. حركتهم مع بعض وفي قدر ثاني أضفت زيت السمسم وكذلك زيت الزيتون وقليت البامية لمدة 5 دقائق. رفعت البامية ونزلت في نفس القدر كمون حب وشرايح الفلفل وكذلك معجون الثوم والزنجبيل. حركتهم مع بعض وضفت صلصة وحمستهم ثم أضفت البصل عليهم وبعد كذا أضفت الثوم وخليتهم طال عمرك يتحمسون مع بعض. ثم أضفت الزبادي اللي عليه البهارات المطحونة وحطيت عليهم البامية وكذلك سليقة اللحم مع اللحم. وحطيت عليهم الملح وكذلك صلصة شوي وملعقة فلفل أحمر وقفلت عليهم لمدة نصف ساعة على نار هادية. وبعدها نص ساعة طلعت لي البامية اللذيذة والشهية بعد إضافة البقدونس ويا سلام سلم.